أزول حبايبي وحبيباتي، معكم حبيبتكم دهية اللي تحبكم قد الدنيا. الموضوع تاع اليوم هو غير طريقة تفكيرك تتغير حياتك فيقضى على ما يسمى المستحيل. المستحيل، هاد الكلمة أنا عندي استور معاه وحبيت نبارطاجيها معكم، نشاركها معكم. وعبالي بلي بزاف راكم تقارعوا في هاد الحكاية وراكم تقارعوا في هاد الفيديو، وراني طولت عليكم بزاف. هذا لأني كل مرة نديرها ونعاوده، وكل مرة نحس بلي ناقصة في حاجة. المهم هذه المره التاليه اللي غادي نديرها فيها صيبو. المهم المستحيل، ما كاش واحد في حياتنا في يوم من الايام ما مرش بمرحله ولا مرش بوقت ولا لحظه معينه في حياته حس روحه باللي هو صغير بزاف، حس روحه باللي هو ضعيف بزاف، حس روحه باللي يسوى زيرو، وحس باللي الاهداف تاعه ولا الاحلام تاعه في ما لا نهايه هو راه في نقطه تاع الصفر، هو ما راه عنده والو ميلو باش تبدا بيه، والاحلام تاعو كل اهداف تاعو كل كاع الصوالح اللي راك باغي ديرهم هما في المال النهايه. عمرك اللي عشت 8 عام ما حش قدك باه توصل لهم، لا ما عندك لا من الناحيه الماديه لا من الناحيه المعنويه محطم، من كل شيء من كل شيء. كلنا مرنا بهذه المرحله، حسينا بكلمه مستحيل. كلنا كاين اللي يقول لك انا مستحيل ندي الباك، راني منا وراني منا، كل واحد يقول لك انا مستحيل نلقى خدمه، كاين يقول لك انا مستحيل نتزوج، كاين يقول لك انا مستحيل كذا، كاين مستحيل كذا، كاين واحد يقول لك انا مستحيل نقرا ميتين باسكو راهي ميتين وانا مازال لي. كل واحد في حياته كاين كلمه مستحيل، كلنا في حياتنا كاين كلمه مستحيل. الو خليني نعطيكم سؤال، وهذا السؤال هو اللي حل عينيا على كلمه مستحيل. الو السؤال هو كالتالي، غادي نعطيه لكم ليكم ومن بعد كينا نعطيكم 5 ثواني تفكروا فيها وتلقاو فيها الحل. اوكي، وعابلي بهذا السؤال كل الناس اللي طرحت عليهم كل الناس كانوا يقولوا لي ده هي حبوكي راك تزعقي بينا، يعطيك تعطينا حاجه وسؤال كاع حاجه واحده اخرى. المهم السؤال كالتالي، تخيل باللي راك في قطار، راك تسوق في قطار. هذا السؤال يحتاج انك تعرف دير زائد وتعرف دير ناقص باه تلقى له الحل. اوكي اوكي، الو في هذاك القطار كانوا 5 تاع الناس في البداية تاع القطار قبل ما تقلع نتايا، كانوا عندك 5 تاع الناس. ومن بعد كينا في المحطة الثانية دخلوا لهذاك القطار 5 تاع الناس، في المحطة الثالثة عاودوا دخلوا 5 تاع الناس، في المحطة الرابعة خرجوا 5 تاع الناس. السؤال هو اللي راه يسوق في التران لاكو لاخت عينيه كي دايره، اللي راه يسوق في القطار لاكو لاخت عينيه كي دايره. الور هذا السؤال كاع اللي نسالهم يقولوا لي دي هي كتعقبين، هذا الحل تاعه مستحيل، يعني مستحيل تلقاي الحل تاعه. وصفر هو سؤال صعيب بزاف. الور غادي نعطيكم 5 ثواني فكروا فيها في الحل، حابكم تكتبوه لي قاعد تحت الحل تاع هذا السؤال. اوكي، وممنوع تعاود ترجع للفيديو وتشوف، سمع خطره وحده راك سمعته. اوكي، 1 2 3 4 5 لقيت الجواب ولا ما لقيتهش؟ الجواب بكل بساطة هو أنت، أنت اللي راك تسوق في القطار، ولا كولير تاع عينين السائق هي نفس لا كولير تاع عينيك. أكثر الناس كي نقول لهم ما ينتبهوش ديك الكلمة تاع تخيل باللي أنت راك تسوق في ترا، راك تسوق في قطار. لكن الحيلة وين كانت؟ كانت أنهم يركزوا على كلمة كل ما تحتاج أنك تحل، كل ما تحتاج باش تحل هذا السؤال انك تعرف دير زائد وناقص. الو كاع الناس راحوا لعقلهم باللي غادي نحسب عدد الركاب، كل الناس اللي نقولها لهم يقول لك انا غادي نحسب عدد، زعما شحال دخل من راكب في لافا، غادي تقول لي بايزوم شحال من راكب راه عندك في القطار، ولا شحال من راكب خرج، ولا كل واحد يتوقع سؤال في طرح وجمع، بصح ما يتوقع سؤال خارج تماما على يعني. المهم شفتوا السؤال هذا شحال إجابة تاعه سهلة، سهلت لدرجة أنهم كاع الناس اللي طرحت عليهم ما عرفوش الإجابة تاعه. كانوا يقولوا لي بلي مستحيل تلقاي الإجابة تاعه، ما عندهاش أصلا إجابة دي هي. وأنا كنت نضحك ونشوف بلي الإجابة يعني أسهل. وهنا تعلمت حاجة، تعلمت بلي هذاك القطار هو حياتنا حنايا، والسائق هو حنا، حنا اللي رانا نسوقو في حياتنا، حنا اللي رانا ندوها منا ورانا نجيبوها منا. هذوك الناس اللي راهم يركبوا في القطار هما عباره عن اهداف تاعنا في الحياه، احلامنا في الحياه، امنياتنا في الحياه، كل الصوالح اللي نرفدوهم معانا اللي حدوا حياتنا ورانا باغيين نروح. كل محطه هي محطه لينا في الحياه، تنزل منها اهداف، تحقق اهداف، تعاود تطلع اهداف اخرى، تتكسر فيها احلام وتبنى احلام اخرى. لكن حتى
في هذاك القطار. انا اللي غادي نخير السكه اللي نمشي عليها، انا اللي نخير حياتي كي داير. الوغ دقيقه نشعل الكاميرا، انا دايره 5 دقائق. المهم انا هذا تعلمت من هذا القطار وتعلمت من هذا السؤال باللي لما تكون حاجه مستحيله عارف باللي الاجابه هي انت، انت هو الحل، انت هو الحل. صاري لها كيما نقول لك، تخيل باللي انت فلاح عندك قطعه ارض الطول تاعها 40 متر باي اكزامبل، هي ماشي 40 متر 40 كيلومتر ولا 40 قطار ولا ما باليش، والعرض تاعها 60 قطار. كم عمره الفلاح؟ يقول لك وانا عمر الفلاح شا دخلني فيها، من نعرف عادي عمر الفلاح؟ بكل بساطه بس قلت لك انت يا عندك قطعه ارض، معناها انت هو الفلاح باي اكزامبل. شفتوا كيفاش دير فوا اسئله تافهه تبان لنا ممكن نعطيها لطفل يحلها، لو كان تعطيها شخص كبير ما عادش يحلها وتبان له حاجه مستحيله الحل تاعها. والأسوأ انهم كانوا يعني كشغل يستهزئوا، يقول لك باللي كي تزعقي بينا، في الحقيقه ما كنت نزعق بيهم، انا كنت نشوف الطريقه والتخمام تاعهم راه رايح على بيها. لازم باللي لازم انايا نغير الطريقه اللي راني نشوف بيها الحياه. دي فوا نحوسوا على الحلول بعاد في كاع البلايص، والمكان الوحيد اللي متحوش على الحل فيه هو انت. ممكن انت تكون هو الحل، ممكن انت تكون هو الحل لحياتك. لو عندك الباك الحل تاعك هو انت، انك تجتهد، انك تدير شويه تعنيه، انك تعرف كيفاش تقسم وقتك كذا وكذا وكذا باريكزوم. هذا يعني مثال انك تخدم اكثر باريكزوم مثال يعني. الور هذه الكلمه تاع مستحيل، انا مش غادي نقول لكم شا هي لا تغير طريقه تفكيرك باسكو فيها بزاف صالح، لكن ما تقولش باللي مستحيل يكون كاين حل، وانما من الافضل انك تقول مستحيل ما يكونش كاين حل. وهنا راح تعطي امل، راح تعطي نفسك يعني دفعه، تعطي نفسك طاقه ايجابيه. مستحيل ما يكونش كاين حل، ماشي مستحيل يكون كاين حل. علاش هاد نروحوا حنا دائما حاجه نيجاتيف؟ المستحيل هذه عرفت باللي لازم عليا انا كانسانه، هذه هي يعني نحكي لكم تجربه تاعي، ممكن بزاف ناس يقولوا لي دي هي، انا نشوف روحي في القصص تاعك. عرفت باللي هذا المستحيل هي كلمه لما يكون الحل اقرب من ليك، يكون قريب ليك بزاف ما تبقاش تشوفه، تما تقول كيما بايزوم النيف تاعك. شفت النيف شحال قريب للوجه تاعنا؟ شكون اللي يشوف النيف تاعه؟ حتى دير كيما قطع ورا عينيك باش تقدر تشوفه. سي فري راني نقول لكم كيما كان زعقه معاكم، بصح حقيقه يعني الحل صار لك مو قدرت يكون قريب ليك عند نيفك ما تبقاش تشوفه، تقول بلي مستحيل وتقعد تحوس كاع البايس وهو يكون حداك. كيما المستحيل حنا نشوفوها مستحيل، لكن الحقيقه هي ماهيش تقول لك مستحيل، هي راهي تقول لك انا ممكن ام بوسيبل. صليتوا عفسه كيفاش انت يا راك باغي تشوفها كيما هاك؟ بصح انا راني نشوفها كيما هاك. ما تخليش عقلك يشوفها كيما هاك، حللها وشوفها. هنا راهي تقول لك انا مستحيل، بصح الحقيقه هي ماهيش تقول لك مستحيل، تقول لك انا ممكن، انا ممكن، لكن انت راك باغي تقريها انا مستحيل. وهذه هي قصتي مع مستحيل. عرفت باللي لما حاجه نشوفها بمستحيله في الحقيقه هي ماشي مستحيله، وانما الحل تاعها اقرب من اللي ممكن نتصور. عبالي باللي بزاف ناس راهم يعانون بزاف صالح، وراهم يشوفوا باللي صالح اللي حداهم مستحيل، لكن صدقني انت هو الحل، انت هو الحل بكل بساطه يعني. ولا ما كنتش انت الحل، عرف باللي اقرب حاجه ليك والحل راه قريب لك لدرجه مش ممكن تتصورها. مثل القطار، مثل السؤال تاع القطار، تخيل بلي راك تسوق في قطار وكذا وكذا وكذا، ومن بعد كي انا قلت لهم اللي راه يسوق في القطار ما هو لون عيونه، الشعب كاع قاعد يضحك، حسبوني بلي راني نزعق. وهذه درتها في الاذاعه التجربه هذه، تا واحد ما عرف لها الجواب، لا الناس اللي عندهم دكتوره ولا الناس اللي قارين ولا كاع يحسبوني بلي راني نزعق عليهم ولا راني نتنوز عليهم. انا ممكن بكل بساطه، انا ممكن. شوفوا انا ما بغيتش نطول هذا الفيديو خاطر شعبالي بلي ما تبغوش لي فيديو طوال وكل شيء، مالغرو كاين مالغرو شوفوا ديجا الهضره بتتلف، مالغري كاين بزاف ناس يحبوا يجمعوا معايا ويحبوا يحكوا معايا وكل شيء، لكن انا حبيت نشارك معاكم هذه. الا عجبكم هذا الموضوع وحبيتوني يعني ندير لكم حاجه عجبتكم في هذا الموضوع وهذا الفيديو، قولوا لي ندير لكم في فيديو خاص، مالغري ما نضمن لكمش بلي نديره قريبا باسكو ديجا هذا الفيديو درته وعاودته، مالغري الفيديوهات اللي درتهم قبل كانوا احسن من هذا، عطيت فيهم نصائح اكثر وعطيت فيهم بزاف صالح، لكن
راني متاكده بلي هادوك لي فيديو اللي درتهم قبل واللي ما وريتهم لكمش ما كانش راح يوصل لكم كيما هذا الفيديو اللي نحكي لكم فيه. المهم نقول لكم نتمنى الفكره تكون وصلتكم، ونتمنى القصه تاع القطار اللي هو عباره عن حياتنا. ايه كاين نقطه مهمه سيتها غادي ننساها، حتى في القطار كل واحد يقول لك دي هي، لو انا راني باغي نوصل للنقطه ولا الهدف اللي راني باغي نوصله لحياتي ما كاش سكه توصلني ليه، خاطرش حتى القطار نفسه هو محدود، يعني هو لازم يمشي على سكه، كون ما يكونش كاين سكه هو ما حاش يمشي في الطريق، ما حاش يمشي في الكرافه، ما حاش يمشي في مع باليش انا في الصحراء يلقى له سكه. الجواب هو سهل وصعب في نفس الوقت، انك حتى لو ما تلاقيش طريق روح اصنع طريق. غادي تقول لي صعيب، شكي تقولي نروح نصنع سكه واخد اخرى باه نوصل بها الهدف تاعي. صعب لكن ممكن، ممكن ولا مش ممكن؟ صعب لكن ممكن. اذا كانت حاجه صعيبه مشي معناها مش ممكن. وحتى الناس اللي حداك، حتى الناس اللي حداك لو في يوم من الايام قالوا لك باللي ما كانش حل، خاطرش هما ما همش قادرين يشوفوا الحل وهما ما همش مأمنين باللي كاين حل، يعني الجهل تاعهم، هما راهم جاهلين وين يتلاقاو الحل، الجهل تاعهم وايمانهم باللي ما كانش حل هذا ما هوش دليل على اثبات او نفي وجود الحل. القصص، التاريخ مليء بقصص نجاحات، نحن ما ناش باغيين نتعلموا بالتاريخ، هذه مقوله مشهوره يقول لك الحاجه الوحيده اللي تعلمتها من التاريخ بلي الناس ما يتعلموش بالتاريخ. صح، احنا ما نتعلموش من التاريخ، مجرد انك تشوف للتاريخ وتنظر ليه تلقى قصص نجاح، ناس ما كانوا عندهم والو، كانوا تحت الزيرو وصلوا وداروا، وحد الان ما زلنا نحكوا عليهم، حتى الان الناس تغنى بقصص تاعهم. المهم حنقول لكم نحبكم، تهلاو في روحكم، كانت معاكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا، ونتمنى هذا الفيديو كان فاتكم وعجبكم، ونقول لكم الا عجبتكم شي حاجه ولا بغيتوني نحكي عليها ما عنديش بروبليم نحكي لكم عليها. بالنسبه للماكياج كاين، شوفوا بالك واه وبالك لا شي يصير، شوفوا بالك ندير فكر بصوت عالي في نص تاع السيمانه، يعني بارطاجي معاكم دي في حياتي، ندير لكم طاق الجيريا كل مره شان ندير لكم، وفي اللافه تاع السيمانه ندير فيديو تاع ماكياج، باسكو اللي يقولي لي ما ديرش فيديو تاع ماكياج غيكونك هاني جامي نقلع فيديو تاع ماكياج. المهم نقول لكم نحبكم، ديجا ني درت لكم مقال على الماكياج في لاباج فيسبوك تاعي، وحكيت لكم يعني الصور تاعي مع ماكياج وبوركو وعلاش وبزاف صوالح. المهم الفيديو راه في 12 دقيقه، نقول لكم نحبكم، تهلاو لي في روحكم.